كلام العربي وين؟ ملط يقولون آه. يقولون فلان ماشي ملط. ما يمشي شنو موي؟ ملط. ملط يعني بدون لباس. الله. جص. يقولون جوه. فلان جص. جص؟ ايه. بخيل. جعس ولا جص؟ جعس. فلان جص. يا الحافظ. آه؟ او يا حافظ. يا حافظ يعني يوم ساتر. على خبرك. يعني كما انت اول في خابره هذا هو ما غير. على اطمام المرحوم. يعني من ايام وجودي ما تغير. على خير. على خير؟ ايه. على ان شاء الله ينتهي على صلاح. حمني. حمني؟ ايه. هذا اسم عبد الرحمن تصديق. حمقي. عدل هذا تم دلال نوع الدلع. قلص يقول لك يجيب القلص. القلص؟ ايه. القلص هو اللي يرى من وراك اي شيء. سياره تقلص. عفوا يقول طل. طل يعني اسكت يعني اسكت شوف. طل. طب شوف. طل. طل يعني بعيد عنك يعني ماكو شيء. بلوشي. بلوشي يعني يبي يحب البلاش. يتسع ما يدفع فلوس. وين الخزرانه؟ وين العصاية؟ الحقران يقطع المصران. يعني هذا اتركه لا تتكلمه يحتر زيادة. سبقني. سبقني يعني كان أسرع مني. هفة. هفة؟ إيه. طق يعني شيء طق شيء وأنت. اتهقى. اتهقى يعني الظن. اتهقى هذا زين هذا شيء. اتهقى. سيم. سيم؟ إيه. سيم هو نوع من الحديد طويل مثل الحبل طويل. صجم. صجم؟ ايه. صجم هذه نوع من الاتفاق اللي يرمون فيها رصاص مال هذه صيد الطيور. اه صيد الطيور. شوزن. شوزن هم نفس الشيء. هاون. شوزن هو اللي ها؟ هاون. هاون هو الهاون اللي يدقون فيه الهريس. يدقون فيه الهريس. مطرقة. مطرقة شاكوش. غافلني. يعني هو اخذ انتهز الفرصة اللي انا قافل وسوى الشيء. معافر يقولون. عفر يعني تغير عنهم شو زرعه وقال لي. مرمرني. ما ظنتي ما ادري ما اظن يعني. لا مرمرني. ها؟ مرمرني. مرمرني عذبني. زهلة. 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 زهلة زهلة يعني زهلة. زهلة يعني هذا خليه علي انا عرفه. الله. ملكه. ملكه هي عقد قران او شيء زواج. سمكه. سمكه؟ ايه. سمكه. وهقه. وهقه يعني هذا حيرني يعني. لمبه. لمبه هو اللايت اللي هذا. دف. دف. قص. دف. قص. لا دف. ها؟ دف. دف اي هو الطارق. دمبك. دمبك. ايه. دمبك هو هم نوع من رف. 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 رف هو اي شيء تحط فيه الاغراض. ربعه. ربعه زاويه. مربوع. مربوع متوسط له قصير ولا هو طويل. قاعد بالزاويه. قاعد بالكورنر. على اوله. يعني على اوله ما طاحت قاعد كذي وكذي قال على اوله هي وقاعد يمني. كذي يعني بسرعه. اناديك ما ترد. يعني هو يقول انا صوت عليك وحاكيك انت ما تجاوب ليش؟ خير ان شاء الله. يعني اكو شيء اليوم اكو مشكله انت زعلان صار شيء. شو يسمونه؟ شو يسمونه؟ شو يقولون له يعني؟ السموحه منك. يعني المعذره منك. حلق الباب. حلق الباب هي قضبات الباب. باكوره. باكوره يعني عصا. باحوره. باحورة هي المكان الواسع الزين. حباري. حباري؟ ايه. هذه الطيور. صيد امس. ها؟ صيد يقول افلام من صيد امس. يعني من امس هذا صايدين من امس. رفت عيني. رفت عيني عيني تحركت. ما تقول. يعني ما تحكي ايش فيك سعر. على بالي. انت على فكري دائما. قلبي نغزني منه. واني انا قلبي حاس فيه. توا يخطي. توا يمشي يا حبيبي. رايح ايد بيد. ها؟ رايح وياه ايد بايد. رايح انا ميوده بيد انا ميوده وهو يمشي. رايح بعيد.
راح بعد مسافة عليال أيام مريم عليال عليال على الشاطئ صك أطرق سيطر بطرق دفر الباب قفل الباب دفر الباب دفر الباب دزت كذي وطش قفله قفله ليش يدندن يدندن يغني يسوي هو ماشي يعني يتعشى دامك صاحي دامك صاحي هي يعني دام انت فكرك وياك دام عزك يعني دام ان شاء الله العز اللي انت عايشين حياة الرخاء الزين دام كذي اذا هذا الامر كذي الامر كذي خرمس خرمس ظلام يخب عليه هذا الشيء يعني زايد عليه يعني حطوه مثلا كاتب يقول هذا يخب عليه ما يعرف شيء كزت نفسي منه ملت نفسي سردها سردها يعني زيدها على الاخر دمبك يقولون فلان مثل الدمبك لا يقولون فلان مثل الدمبك او طار بس صغير لا يقولون فلان مثل الدمبك يعني مثل الدمبك كان يروح ويجي يتعشى خمام ها خمام خمام خمامها شمامها لمامها اي شمامها لمامها يعني هذا مثل ما تقول يعني مطراش مطراش هو السفرة وبالنهاية بالنهاية عساك سالم تسلم يا السيد الهاشمي القريشي الرفاعي وسامحني ما بيطول عليك لا عندك والله العظيم عندي سوالف حلوه وكل شيء بس ما ابي بعدين حتى المشاهدين يقولون ترى زودها خويلد اي والله عمي انا ناسيهم وعلى قولت السورين على راسي خيو وانت بعد شكرا اي والله وليد ونان بعد شمدي بعد قلبي اي والله تحيه واللبناني يقولون بخاطرك خيو والسوريين بعد يقولون تقبرني اي هذا تقبرني حقي والعراقيين يقولون على بختك اي هذا شوف ايش كل الناس عندهم اي والله كلها ترحيب واحنا نقول لك عساك بالعز دايم بالعز دايم يا بني هاشم انت وصلت لهم انت ولد اخويا شكرا سيدي وتاج راسي ويرحم السيد الرفاعيين ويعقوب والهاشم والنور والله زين اللي جيتنا انت لا انا حاضر انا انا قاعد اقول وين بس ما ابي اثقل لا خلي يملونك انت ولا لا